دكتور ضياء الدين القوسي خبير في الري يجاوب على السؤال اللي محيرني عشان ما بقاش بقول لكم معلومات يبقى فيها شك كده واحنا مش فاهمين حاجه. دكتور ضياء مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور. هو انا عندي سؤال بسيط بس، دلوقتي احنا الحكومه قررت تصدر الرز. ايوه. والرز بيستهلك كميه ميه حضرتك اعلم بها مني. صحيح. ويقولوا اللي يصدر رز كأنه بيصدر مية. صحيح. طب ايه الموقف بقى؟ والله هي شغلانة مركبة هنا يا أستاذ محمود. احنا اولا سمحنا بانه يكون عندنا فائض من الارز من الاول. طيب. سمحنا بزراعة مساحة تفوق ما مليون نحتاج اليه للاستهلاك المحلي. تمام. وهذا في حد ذاته انا بتصور انه خطأ. خطأ. طبعا. طيب. الخطأ من الدولة والخطأ من المواطنين من الزراع. الدولة طيب. حددت المساحة بمليون فدان او مليون ومية. تمام. مليون ومية الف. والناس زرعوا مليون وربعمية ومليون وخمسمية. تمام. والدولة قالت ان احنا هنعمل عليكم غرامات، ويبدو ان الغرامات ما هيش يعني وعرة، فالناس قبلت ان هي تدفع الغرامات وزرعت الارز. تمام. يبقى من الاول زراعة هذه المساحة من الاول خطأ. كويس. انما دلوقتي احنا عندنا ارز بيقال انه ممكن يجيب ملايين الدولارات. كويس. والاستهلاك المحلي لا يأخذ كل هذه الكمية، والدولة عملت شرط ان اللي هيصدر طن من الارز هيورد طن للدولة مقابل 200 جنيه او 2000 جنيه. 2000 جنيه مظبوط للطن، يعني 2 كيلو، يعني كيلو ب2 جنيه. مظبوط. وطبعا هذا الكلام ان الدولة هتستخدم هذه الكميات من الارز للناس اللي بياخدوا في بطاقات تموين وخلافه. تو كويس. انا اتصور انه يعني كامر واقع القرار يعني ليس بهذا المستوى من السوق، انما في نفس الوقت قد يذهب البعض بعيدا ويقول والله يا اخواننا انتوا هتروحوا للناس تقولوا لهم احنا عندنا عجز مائي قد كده، وفي نفس الوقت احنا بنصدر الارز. وما يفترض ان تقول الحكومه للخارج وللداخل ان الارز يستخدم كميات كبيره من المياه، من مياه الصرف المعاد استخدامها. تمام. يعني هي مياه طبعا، يعني هي مياه صرف كان مفروض تتجه إلى البحر المتوسط، ولكن بتخفف بمياه عذبة في بعض الأحيان ولا تخفف في بعض الأحيان الأخرى، وهذه الكميات من مياه الصرف بتستخدم لزراعة الأرز لأن الأرز بيستحمل الملوحة بشكل أو بآخر. إذن هي المعادلة نقدر نقول إن هي معادلة صفرية، لا في حد كسبان ولا في حد خسران. وعلينا أن نوجه أنظار من هم في الخارج اللي بيقولوا إن أنتوا بتهدروا كميات المياه وبتزرعوا كميات من الارز وانت مفروض ما تزرعوش، بنقول لهم يا اخوانا هذه الكميات من المياه مفروض ان تذهب مباشرة الى البحر المتوسط، ولكننا نتحمل عبء اعادة استخدامها وتدويرها في المنظومة، وده بيشكل ولا شك في ذلك بيشكل نوع من انواع المغامرة البيئية. لان لا بس سيادتك الموضوع يحتاج تساؤلات كثيرة. يعني سيادتك مين اللي قال ان الرز اللي بيتزرع في الشرقية او في الاهلية او في الجبال دلوقتي بيزرعوه، مين قال لسيادتك ان دي مية متكررة ومتظبطة؟ لا، الرز بيزرع في نهاية المنظومة بشكل اساسي في شمال الدلتا، هو اكبر كمية واكبر كثافة لزراعات الارز بتكون في الشمال. ايوه بس مين اللي قال ان دي مياه صرف صحي معالجة؟ لا مش صرف صحي، انا ما بقولش صرف صحي، انا قلت ان هي مياه صرف زراعي بيعاد استخدامها. مياه صرف زراعي. صرف زراعي مش صرف زراعي. طيب انا اسف على التعبير. كويس ان حضرتك صلحت لي، اشكرك. طيب الصرف الزراعي دوت في المياه دي تبقى مضره ولا كويسه؟ لا، المياه صرف زراعي مياه محمله بشويه املاح وشويه اسمده كيماويه وخلافه. انما اللي انا عايز اقوله انه لو لم تزرع المساحات اللي في شمال الدلتا بمحصول الارز صيفا ومحصول البرسيم شتاء، هيحصل ما يسمى بتداخل مياه البحر. هتلاقي مية البحر دخلت عليك، لو في محاصيل جافة زي القطن زي القمح
لو زرعت في الصيف والشتاء هتلاقي ان ميه البحر دخلت عليك وعملت لنا مشاكل. فزراعه الارز ضروريه بكل المقاييس، ولكن يجب ان تحدد المساحه. طيب القرار دوت مش ممكن يشجع الناس انها تزرع رز اكتر؟ والله علينا انفاذ القانون. السنه الجايه نقول يا اخواننا احنا كفايتنا 700 الف فدان رز، مش هنزرع اكتر من 700 الف فدان. يعني انت يعني سيادتك موافق على التصدير مرحليا بس؟ ده عشان دلوقتي عندنا ازمه انتاج رز كتير ومش عارفين نوديه فين. بالظبط بالظبط. بدل انما لازم يكون قرار الحكومه السنه الجايه مفيش زراعه افدنه رز بزياده، يا دوب للاستهلاك المحلي والاستهلاك المحلي فقط. يعني سيادتك كخبير في الري اقدر اقول على لسانك وتوافقني او ترفض ان مصر ما يصحش تصدر رز، لكن لان احنا عندنا رز زياده السنه دي نصدره، وبعد كده الارض تتزرع بكميه رز محدوده لاحتياجات السوق المحلي، وايضا لمنع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه. تمام. وقطاع التربه في شمال الدلتا. تمام دكتور. يعني ده شرط مهم جدا. طيب كويس دكتور ضياء الدين الكوسي خبير الري، بشكرك شكرا جزيلا، كلام كويس. ايه بيقول؟ هو بيقول بقى تدخل المايه دي حاجه انا ما فهمهاش ابدا طبعا، بس نسال فيها تدخل مايه المايه المالحه على المايه العذبه مش عارف ايه، بس بياخد ميه الصرف الزراعي بياخدها المايه اللي بتطلع من الاراضي يطوروها ويدخلوها في الرز، وده جائز بيشتغلوا بيه ماشي الحال مفيش مشكله. بس هو وقف عند نقطه بقى، هل قرار السيد رئيس الوزراء ده قرار مفتوح ولا قرار يخص هذا العام؟ ده سؤال. السؤال الثاني ان احنا لو زرعنا السنه الجايه ده مفيد للميه عندنا ولا مضر للميه؟ طيب السؤال الثالث اللي لسه مش لاقيين له اجابه، لو بتوع اثيوبيا قالوا لنا يا جماعه انتوا بتزرعوا رز وبتصدروه ودوت عندكم يعني ميه يعني كذا، نعمل ايه؟ هل هيقولوا كده ولا مش من حقهم يقولوا كده؟ دي كلها اسئله هنتداولها مع بعض ان شاء الله. لكن يبدو ان الامر ما هوش فيه خطوره ولا حاجه، يعني ما هوش امر خطير، انما امر نحتاج نعرف معلومات، ودي اللي كنت بكلمكم عنه في الصحافه، حريه تداول المعلومات، محتاج نعرف معلومات اكتر. وزاره العداله الانتقاليه بتشكل هيئه عليا لتنمية النوبة، شكرا وزير إبراهيم الهنيدي، كويس جدا، هيئة عليا لتنمية النوبة، لازم كده لازم كده. النهاردة أنا كنت في الإسماعيلية، الإسماعيلية بلد هادية وجميلة ونظيفة، لكن برضو لاحظت ملاحظات صغيرة، يعني يمكن انزعج مني سيادة المحافظ، لكن بنقول له يعني المداخل حتى اللي مودية لقناة السويس الجديدة دي بيروح عليها ضيوف دلوقتي كتير وناس راحة وناس جاية، وممكن ناس تيجي من بره تصور حدث مهم يهمنا انها تبقى يعني الدنيا نظيفه شويه. في شويه مشاكل جات لنا من هناك، مثلا انا عندي هنا يعني اهي في منطقه ابو بلح او ابو نصر الله، منطقه كده كان جنب حته احنا في النوبه. طيب كويس، الصور دي للنوبه. طيب اخواننا في النوبه ده كويس. طيب احنا كنا بنتكلم عن الاسماعيليه، انا كنت بتكلم على محافظه الاسماعيليه والمداخل اللي موديه لقناه السويس الجديده عايزه شويه عنايه، يعني لانه بيروح ناس وبتيجي ناس، ممكن يكون جاي لنا اخواننا العرب جايين يتفرجوا ويشوفوا المشروع بتاع، عايزه شويه عنايه المداخل من سياده المحافظ. كمان في ابو بلح ابو نصر الله عند حته اسمها نفيشه، دي حته معروفه في الاسماعيليه، في مشاكل عندهم في الميه، ما عندهمش ميه، بيجيبوا الجيرك ب 2 جنيه و3 جنيه. بيقولوا بقى لهم سنين عندهم مشكله في الميه، فنرجو من سياده المحافظ يشوف الحكايه دي. في حاجه اسمها مدينه الامل او ارض الامل، دي كان ارض ساكن فيها ناس بقى لهم 10 سنين، بعدين دخل حد راح شايل الزرع وشال كل حاجه وقال لك دي مساكن هنعملها مساكن شباب. طيب شلت الزرع ليه؟ ما كنت سبته وبنيت مساكن الشباب جنبه. شوف برضه سياده المحافظ وشوف موضوع الامل دوت. في كمان حي اسمه حي الشهداء، دول ناس قابلوني يعني امانه بقولها برضو، حي الشهداء في الاسماعيليه في مجاري كتير، فنرجو من سياده المحافظ ولا يغضب، نحن خدام للشعب وللناس وبنقدم احنا ايه؟ احنا لا بنفتش ولا وكلاء نيابه ولا راينا مهم ولا اي حاجه خالص خالص، احنا بس بنقول لك المكان ده فيه مشكله، هنا فيه مشكله، هنا فيه مشكله، بص وشوف الناس عامله المشكله في يعني بنساعد بعض، يعني بنساعدك
كمحافظ، كرئيس حي، كوزير، كرئيس جمهورية، بنقدم مساعدتنا عشان احنا عندنا صورة بنقدر نقدمها لحضرتك، وعندنا ناس بتكلمنا غضبانة زعلانة عندها مشاكل نساعدها.